تقريبا الانتاج والاكتفاء الذاتي في ماده القمح الصلب. نتجنا دخلنا في الاطار في اطار الشعير، وين الجزائر تمكنت انها توصل تقريبا الى الاكتفاء الذاتي. ممكن كاين بعض النقائص خاطرش في مرحله وين بدينا ننتجوا هذا الشعير، وين توصلنا في الاكتفاء الذاتي. دخلوا لي زاغرو اندستريال الصناعيين الكبار اللي يحتاجوا هذه الماده، وداروا لنا شويه تذبذب في السوق اللي شفتوه هذه العام اللي فات. ولكن الجزائريين ينتجوا شعير تقريبا، رانا في ما بين 5 و 6 مليون قنطار في استدير منتجه في اطار الشعير. الجزائر تستورد كميه كبيره من هذا القمح اللين اللي هو يدخل في انتاج الخبز، ولكن في هذه الاستراتيجيه لازمنا نعاودوا نراجعوا هذا الانتاج اللي هذا الاستيراد تاع القمح اللين اللي يمشي للخبز، باسكو ماهوش ممكن اننا ناكلوا كل هذه الكميه تاع الفارينه اللي هي مستورده في اطار الخبز. راهي تروح لانتاجات واحد اخرى صناعيه ولا تاع الحلويات ولا كذا. العام اللي فات الجزائر مشات حول انتاج 8000 هكتار نتاع الذره، كان فيها مردود معتبر. حنا رايحين مع الوزاره الوصيه اننا نسعى لتكثيف من هذا الانتاج، خاصه وين وزاره الوصيه دخلت افيك باراده قويه، وين في اطار ورقه الطريق عندنا السقي التكميلي والسقي الكامل. في هذه الاستراتيجية اللي تمكننا من تأمين أمننا الغذائي، وهذا راح يمد قوة للبلاد ويمد قوة للجزائري باش يكون يصنع ويأكل وش هو ينتج. وثاني ما نقدرش نفوت هكاك برك مرور الكرام على الفلاحين المنتجين الحقيقيين اللي هما في ظروف صعبة مثل هذه، في شح الأمطار، في هذه القيمة اللي ماهيش واصلتها الحبوب، ولكن مازالوا ينتج حتى بالخسارة. وحنا عندنا كل ثقة في المنتجين تاعنا وفي البلد تاعنا وفي كل الناس اللي باغية تساعدنا أننا ننميو زراعة تاعنا.